ζω Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, ακούτε την φωνή της Ελλάδας. Ανά στα αραβικά, σαμπαχ الخير إليكم الشلفاء من غزة صوت اللبناني وفكم بها وليد إلياس. أعلن وزير الهجرة واللجوء اللبناني أن تسمية مراكز يوم أمس الخميس أن اليونان سترحل كافة المهاجرين الذين سوف يصلون البلاد بشكل غير قانوني من الأول من مارس الآذار الجاري إلى مدينة سارس الواقع شمال اليونان على أن يتم ترحيلهم لبلادهم بعد ذلك. وقال الوزير أن سفره وعودتهم إلى أوطانهم مشيرا إلى أن المهاجرين الذين دخلوا البلاد قبل 1 يناير 2016 ويعيشون في الجزيرة اليونانية سيتم ترحيلهم أراضيهم خلال الأيام المقبلة. وكان آلاف المهاجرين قد توجهوا إلى اليونان منذ أن أعلنت أنقرة 28 فبراير شباط الماضي أنها ستسمح للمهاجرين بعبور حدودها إلى أوروبا على الرغم من الالتزام الذي أبنته خلال اتفاق 2016 مع الاتحاد الأوروبي بجعلهم في أراضيها. وكان رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميتشل قد أعرب فقط صارف عن دعم الاتحاد الأوروبي للآن في محاولة حماية حدود الاتحاد. ونشرت تركيا يوم أمس الخميس 1000 عنصر من القوات الخاصة التابعة للسلطة الإمامية اليونان من رد المهاجرين الذين يختصد الآلاف منهم على الحدود اليونانية. قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو خلال زيارة تفقدية إلى محافظة الأدرنة شمال غرب البلاد لنشر 1000 عنصر من قوات الشرطة الخاصة عبارة من صباح اليوم.